لكم فيديو جديد. فيديو اليوم زي ما قريتوا رح يكون عن أفكار لوجبات صحية للجامعة وللمدرسة. فطور الصباح مهم، فمهما كان ومهما كنتي أو كنت مستعجل احرصوا دايما انكم تاخذوا فطور الصباح لأنه أهم شيء. راح نجيبوا الشعل ونديروا له الطرفين تاعو بنفس القياس، أي نحطوه في الوسط. المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي الرفيقة، هي القادرة، الضعيفة، القوية، اللطيفة، العنيفة، هي نصف المجتمع ومن تربي النصف الآخر وتنجبه. كلنا نعلم هذه المعلومات، صحيح؟ كلنا نعلم هذه المعلومات، ولكن هنالك من يقولها فقط أو يعرفها فقط. الاستعداد والتحضير خطوة مهمة جدا، لأنه من غير المعقول أنه بين ليلة وضحاها تتحصلين على جسم ناشئ، فيجب التقليل بالتدريج. مثلا في الأسبوع الأول في وجبة الغداء انقسم منها الربع والعشاء النصف. أهم سؤال تطرحه أي امرأة حامل أو مقدمة على الإنجاب، إنه يا هل ترى رح يزيد وزني خلال هالفترة، وقدي المعدل الطبيعي لزيادة الوزن أثناء الحمل؟ أكيد وبدون شك وزنك رح يزيد خلال هالفترة. امرأة، أم، حامل، مرضع، شابة صغيرة، في كل مراحلها بتحتاج لعناية خاصة بتغذيتها واهتمامها بصحتها. نساء عظيمة يفخر بهم التاريخ المصري، رفعوا اسم مصر عاليا، وبالعكس كمان غيروا التاريخ بأكمله. هتكلم عن نماذج للمرأة المصرية في التاريخ وارتباطها باتخاذ القرار وتحقيق أهدافها. بالنسبة للبكالوريوس أهم حاجة إنك تدوري على جهة منحة. يعني إيه جهة منحة؟ يعني مؤسسة تنموية أو جمعية خيرية أو رجل أعمال معروف إنهم بيقدموا منح للدراسة للفتيات في الخارج. طيب قبل اصلا كمان ما تدوري على جهه منحه لازم تمتحني امتحانات معينه علشان يتم قبولك في جامعات الولايات المتحده الامريكيه. رابع شخصيه نوى المتوكل، وش كل ما كيعرفهاش اول عداء عربيه افريقيه اللي كتحصل على الميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه، زائد انها اول امراه عربيه افريقيه اللي كتشارك في الالعاب الاولمبيه، زائد انها اول امراه عربيه افريقيه مسلمه اللي كتوصل لمنصب ديال نائب رئيس اللجنه الدوليه الاولمبيه.